هذا دعاء خاص للأخ محمد أحمد أبو كرم، شافاه الله وعافاه وألبسه لباس الصحة والعافية. اللهم اشفه شفاء ليس بعده سقم أبدا. اللهم خذ بيده، اللهم احرسه بعينك التي لا تنام، واحفظه بعزك الذي لا يضام، واكفه بركنك الذي لا يرام، واكلأه في الليل وفي النهار، وارحمه بقدرتك عليه، أنت ثقته ورجاؤه، يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين. اللهم اشفه شفاء ليس بعده سقم أبدا. اللهم اشفه شفاء عاجلا غير آجل يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إني أسألك العفو والعافية له في دينه ودنياه وأهله وماله. اللهم استر عوراته وآمن روعاته، اللهم آمن روعاته، اللهم آمن روعاته، واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه، وأعوذ بعظمتك اللهم أن يغتال من تحته. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح له شأنه كله ولا تكله إلى نفسه طرفة عين. اللهم يسر له، اللهم يسر أموره وفرج همومه واكفه شرور خلقك يا رب العالمين. اللهم يسر أموره وفرج همومه واكفه شرور خلقك يا رب العالمين. اللهم أصلح له حاله وذريته وزوجته يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.